وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه ستكون هناك بدائل للتعامل مع المقابر التي لم يتم نقلها والتي لا تدخل ضمن التطوير وشدد مدبولي عقب تفقده مقابر صلاح سالم على ان الحكومه حريصه كل الحرص على تراث مصر والمحافظه عليها. هل كلنا شفنا مقبره الزعيم الخالد احمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع رئيسية في كل مدننا النهارده؟ يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ شفنا المقبرة عاملة ازاي؟ يعني هل هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سيادة الرئيس يتعمل مكان او منطقة كبيرة اسمها تبقى مقبرة الخالدين علشان نعلي من شأن زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدولة على مدار العصور ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفه ان الزعيم ده عمل ايه للبلد، يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهارده كلنا بنقرا الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبره هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم.